نعم معاذ، يعني يمكن الحديث أن الغارات الإسرائيلية بدأت بالتطور في ظل استهداف المنازل والذي لم نشهده منذ بداية التصعيد. الآن أقف على ركام منزل مكون من 3 طوابق تم تدميره بشكل كامل وسط هذا الحي السكني والذي دمر أغلب المنازل فيه. طبعا الحدث هو قبل قليل، ونحاول أن نستطلع ما الذي جرى في هذا المكان، حيث أن هذا المنزل هو منزل سكني مكون من 3 طوابق يعود لعائلة شمال. سأتحدث يعني مع شهود العيان وجيران هذا المنزل لنعرف ما الذي حصل في هذا المكان. يعطيك العافية وحمد الله على سلامتك. الله يعافيك والله يسلمك ويسلم الجميع إن شاء الله يا رب. طيب الآن ممكن تشرح للمشاهدين شو اللي حصل، كيف تم تحذير أهل المنزل، وضعكم الآن في هذا الحي السكن اللي يعني منازله أغلبها دمرت؟ أول حاجة والله ما نعرف بدي أحكي لك، أول شيء وأول كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، رجل مزارع ابن عمي بكون، وقبل ما انت قبل ما يقصف اطلع الدور اللي حواليه كمان، رجل مزارع له في التين وفي العنب له في صياط السمك، ما لناش دخل في حدا، لا تنظيمات ولا حزن ولا نيله ولا اي شيء ولا اي شيء والله يا عالم ولا اي شيء، بس خلص تقول قهر قهر، بقصف البيوت لا بخلوا البيوت اللي حواليها. طب قصفت البيت، طب في بيوت 1000 بيت حواليه تضرر، 1000 بيت حواليه تضرر، في كبار في السن في صغار. طب السكن هذا او البيت هذا مكون من 3 طوابق، اقل طابق في اسره عيل من 10 انفار، في عريس جديد ما لهش ما تهناش على 6 أشهر أو 7 أشهر، لا ذهب مرته ولا 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 ايش اشعرونا قبل مثلا بنص ساعه، ايش النص ساعه بدها تسوي، هو ايش عليه عشان تشعروه؟ يعني بلغوك انه يخلوا البيت بدهم يقصفوا؟ اوكي بلغوا ان كان على ناس كبار في السن اللي هو بقول لك المستند الاسرائيلي، او بلغوا بصاروخ تحذيري. طب انت بلغت قبل بنص ساعه، ايش بده يطلع من البيت؟ ايش بده يطلع؟ اليوم اولاد عمي ما لهمش الا بس الهدمه اللي عليهم، ما لهمش حاجه غير هيك. في اسره قاعده عندهم من الاسر الحرب القديمه اللي انقصفوا، برضو ولاد عمي برضو ما لهمش دخل، ايش ذنبهم هدول؟ واحد يا عالم يفهمنا ايش ذنبهم؟ احنا بس بدنا نعد حروب؟ احنا بس بدنا نعد منازل؟ هذا مش اسلوب. يعني في النهايه المنازل السكنيه الموجوده في محيط هذا، اقسم بالله هم مش حيصدقونا، لانه احنا مدنيين مش حيصدقونا، والله العظيم مدنيين، ما لهم في التنظيمات ولا في صواريخ ولا في اي شيء، ناس مزارعين. انا شملك تبع عنبوتين من الاخر، هاي البساط هاي الموازين اتفرج عليهم، كله دمار. اكيد لو يعني احنا اول ناس وصلنا لهذا المكان لو في صواريخ لبينت، يعني خلينا نقول بالعاميه، قول حسبي الله ونعم الوكيل وبس، حسبي الله ونعم الوكيل. كم شخص شرد من هذا المنزل؟ حوالي 3 أسر، اقل اسره تعيل ب 10 انفار 15 نفر منهم كبار، اقول لك احنا يعني معيلين. غير البيت هذا، انت تطلع خذ لك نظرة على البيوت، كل اللي حوالينا كلهم اولاد عمنا، وين بده يروحوا؟ احنا بس اسم قصف في دمار لكل بيوت. صحيح. هذا بيت طلع لي ساكن، بتطلع الختيارين اللي كانوا هان لو ما شردوا قبل نص ساعة لكراك كلهم راحوا. احنا سنحاول ايضا ان نستطلع اراء اصحاب هذه المنازل ونعلم ما الذي حصل داخل هذه البيوت. اذا حابب كل انسان عنده حرقته وكلام، بس مقهور مش عارف ايش بدي احكي ايش بدي اتكلم. ربنا يعينكم ويعوض عليكم ان شاء الله. احاول المشاهدين الكرام ان يعني استطلع نوعا ما اراء واصحاب هذه المنازل. لو الحجه في مجال تتكلم يا حجه، تحكينا شو اللي حصل عندكم في البيت. ربنا يعوض عليكم اول شيء. انت حجه افضل، احكينا شو اللي صار عندكم الان. والله احنا كنا صبح قاعدين بنفطر في الاولاد، قاعدين بيفطروا الاولاد. لما صاروا يزعقوا ابن اخوه ابن الخلفي بالشارع، الحقوا اطلعوا من الدار، بدهم يضربوا دار الجيران، ودغري اخذنا اولادنا ونزلنا على دار جيراننا تحت، وهينا جينا شفنا كيف الدار، كل الدار خربانه، دور اولادي خربانه. كل العمارة أو كل المبنى هذا يعني أصيب بأضرار جزء. شقة لابني هذا وشقة لابني هذا الثاني وشقة لواحد بشغله، 3 4 شقق، كل من 4 شقق طايرين وخربانين. كيف يا أختي بلغوكوا؟ كيف بلغوكوا؟ ابني انسلفي سمع جاره هو بيكلم اليهودي، صار يقول له الحق اجري من دار فلان، بدهم يضربوها اليهود، وحملنا أولادنا ونزلنا دغري تحت على البحر تحت قعدنا.
طيب في اصابات عندكم لا سمح الله؟ الحمد لله الحمد لله اصابات لا الحمد لله. البيت ممكن ترجعوا تسكنوا فيه ولا كيف؟ بقول لهم هاي قاعد نروح عند اهالينا، انت مش شايف يا اخو الخز شوف البساط تبع الدار هذه، البساط هذا تاع الدار هذه طاير علي محروق، لقيناه مولع النار طفيناه هيو البساط هذا لقيته مولع برضه. انت شو ايش اللي حصل؟ الله يفضى عرضه، ماشي هذا هو ضل شيء؟ الدار راحت، إيه الدار اللي جنبينا كمان دار عمي راحت، اطلع دار عمي الثانية راحت، دار عمنا الثانية كلها راحت، ما ضلش شيء. هم عشان يدمروا دار بدهم يدمروا كل الدور. حكى لنا الشاب انهم يعني مزارعين، يعني ما لهم فش مزارعين. كلنا مزارعين، هان مزارع ايش له هذا؟ ايش له؟ زلمة منيل هذا بيجري بيشتغل في البلدية مزارع. كيف وضع ابنائكم الان اطفالكم؟ الاطفال نحن طلعنا من البيت ما ضلناش في البيت، طلعنا انت الاطفال كله خايف. شوف الله تلف وشوف الصالون وكاين كله مرعوب. بحكي لك تعالوا شوفوا جوا المطبخ عندي بالمره، الثلاجه واقعه، ابواب الطاقات كلهم واقعين، باب المطبخ كله واقع جوا، شباك المطبخ فيش شيء بالمطبخ كله واقع وخربان. الله يعينكم يا رب. طبعا مشاهدينا الكرام هذا جانب من المنازل التي اصيبت بالضرر بعد تدمير المنزل بالكامل. انت من الجيران، طب احكي لنا شو اللي حصل او احكي لنا. طيب تمام، هذا من اصحاب هذا المنزل طبعا عائلته تحدثت. في النهايه مشاهدينا الكرام نستكمل او وعد شهود العيان، يعني اتحرك بالكاد في هذا المكان. طيب الحمد لله على سلامتكم، انت من جيران هذا المنزل، احكي لنا المشهد كيف كان في هذا المكان قبل القصف والتحذيرات وهروب النساء والاطفال من هذا المكان بهذا الشكل. اول شيء الله يسلمك، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل على الاحتلال الغدار اللي بيستهدف النساء والبيوت. مش عارف ليش بيت مدني ليش تهدفه؟ ليش تهدمه؟ ليش؟ ايش عامل البيت؟ ايش مأثر لك؟ هل في صواريخ؟ في صواريخ، صور شوف، فيش اشي. بيت مدني في 3 اسر وكل اسرة 10 انفار فيها، ليش تهدمه؟ ايش السبب؟ النسوان يطلعوا في الشوارع يجروا يقولوا اطلع اخلي 10 دقائق تدينا اجدا نلحق نطلع نطلع لما نطلع. ايش بدك تطلع لما نطلع؟ في عريس جديد لسه ما لهوش 6 اشهر متجوز، ايش تهنى هذا؟ ايش فرح في حياته؟ ايش عمل في حياته؟ مش عارف ايش بدي اقول لك اكثر من هيك. انا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وبس، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الحمد لله على سلامتكم وربنا يعوضكم خير. اذا وعد، يعني هذه احدى الحفر التي خلفتها الطائرات الاف 16 والتي رجعت للاسلوب القديم في الحروب مع قطاع غزه، تحذير اصحاب المنازل واعطائهم مهله لا تكفي حتى لاخراج اطفالهم من داخل المنازل. تحدثت الاسر بانها خرجت الى شارع البحر حيث البحر قريب من هنا وانتظروا حتى تم تدمير هذا المنزل، ولكن هذا المنزل دمر بالكامل وسوي بالارض مكون من 3 طوابق. اما باقي المنازل لو لاحظنا بالكاميرا المنازل المجاوره لهذا المنزل هي شبه مدمره بشكل جزئي، اي بمعنى انه ليست فقط العائله الموجوده في هذا المنزل او ال3 عائلات المكونه من 10 افراد للعائله الواحده هي التي شردت، ولكن ايضا اصحاب المنازل المجاوره هم شردوا بفعل هذا القصف. طبعا وعد هذا تطور خطير في هذه المعركة أو في بداية هذه المعركة، إقدام الاحتلال على عودة أو إعادة قصف منازل المواطنين وتشريد هذه المنازل أصحاب هذه المنازل. يعني منذ معركة سيف القدس هناك عائلات حتى هذه اللحظة لم تعود إلى منازلها وهي في طور بعضها في طور البناء، وبالتالي بالتأكيد هذه العائلات ستزداد معاناتها، خاصة وأن واقع قطاع غزة صعب، العائلات بالكاد تستطيع أن تحتوي شخص أو شخصين، فما بالكم ب3 أسر هذا فقط في هذا المنزل مكونة من 10 أفراد للأسر الواحدة. أما باقي المنازل الأخرى المحيطة في هذا المكان سواء في هذا المحيط أو في الخلف دمرت بشكل جزئي، لا يستطيع السكان العودة للسكن فيها. طبعا هذه هي صورة وعد. إذا محمد، صورة جديدة من المعاناة والمأساة التي تضاف إلى قطاع غزة جراء كل عدوان يشن على قطاع غزة، كانت الصورة واضحة. لكن محمد،
لو تذكرنا كذلك بحصيلة القصف حتى الآن، وأين تركز في الساعات الماضية يعني ما عدا هذا المنزل الذي يعني أعطيت عنه صورة وافية لما جرى فيه وشهادات الأهالي التي تتحدث عن هذه المعاناة التي الآن يعيشونها جراء قصف منزلهم؟ نعم، يعني وعد في هذه الصورة التي تشاهدينها الآن يخرج هذا المواطن ملابس ما يستطيع أن يخرجه من ملابس، حتى يعني على الأقل يجد ما يؤويه في الساعات الصعبة التي ستمر عليهم خلال هذه الفترة. ملابس ممزقة، بعضها يعني صالح للاستخدام. تعلمين واقع قطاع غزة وتعلمين أن الناس هنا أصلا وضعهم الاقتصادي صعب، فكيف سيدخلون على مرحلة حالة شراء ملابس وإعادة تأتيت وإلى آخره. طبعا هناك أشياء من السابق أو من المبكر الحديث فيها. على كل وعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ازداد حدة وخطورة. هذا أولى أو أول منزل يتم استهدافه بهذه الطريقة، وأيضا هناك سلسلة استهدافات كانت منذ ساعات الصباح. الاستهدافات كانت لي شرق خان يونس، حيث كان هناك شهيدين، الأول ارتقى خلال نقله إلى المستشفى، والثاني هناك حديث أنه يعني ارتقى داخل المستشفى. أيضا عمليات القصف وعد مستمرة منذ ساعات الصباح من قبل المقاومة الفلسطينية، حيث تتحدث سرايا القدس بأنها تقوم الآن بعمليات الرد على إطلاق الصواريخ. والآن يصلني أن نعم الآن هناك إطلاق لرشقات صاروخية بعيدة المدى وأبعد من مستوطنات غلاف غزة، وحديث عن استهداف مطار بن غوريون بأربعة صواريخ. إذن الآن بقعة الزيت تتوسع، وذلك بعد أن بدأت الصواريخ تأخذ الآن منحنى أبعد، وذلك ضمن تسلسل الردود المقاومة وفق اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة. إذن هناك حديث أيضا عن إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات، أو أن صفرات الإنذار الآن تدوي شرق تل أبيب. إذن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث أن صفرات الإنذار تدوي شرق تل أبيب، بالإضافة إلى دوي صفرات الإنذار بشكل مستمر في مستوطنات الغلاف منذ أمس وحتى هذه اللحظة. إذن نتحدث عن تطور أيضا لافت لدى المقاومة الفلسطينية بقصف مطار بن غوريون، وأيضا بدوي صفرات الإنذار شرق تل أبيب، وهذا معناه أن المقاومة توسع بقعة الزيت حسب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بالإشارة إلى ردود المقاومة إطلاق الصواريخ إلى مستوطنات غلاف غزة، والآن كما أوردت إلى أبعد مستوطنات من مستوطنات غلاف غزة، أيضا لو تجمل لنا أبرز ردود الفعل التي صدرت حتى الآن من مختلف الفصائل يا محمد. نعم، يعني كان هناك أكثر من تصريح من فصائل المقاومة الفلسطينية، أبرزها تصريح حركة الجهاد الإسلامي والتي نفت بشكل قاطع أن يكون هناك توجه لوفد، حسب ما ذكر وذكرت المخابرات المصرية أو ذكر عن المخابرات المصرية بأن هناك وفد من الجهاد الإسلامي سيتوجه إلى القاهرة، ولكن حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن هذه الأنباء حتى هذه اللحظة غير دقيقة. أيضا كان هناك تصريح من حركة الجهاد الإسلامي وتحديدا من القيادي في الحركة داود الشهاب، والذي قال بأن المعركة مستمرة لاستنزاف الاحتلال الإسرائيلي.